انا لقاء حمدي علي من متربيه في ملجأ ام الكرة، وهم اللي جوزوني وجهزوني من عندهم. بعد كده عشت 3 سنين مع جوزي طبعا ما خلفتش، واول ما عرف ان انا حامل وداني عند دكتور ودفع له فلوس ونزلوا النونه من بطني. بعد كده طلقني وجبت اوضه، اتدنيت اشتغلت عند الناس وفي البيوت وكده، وجبت اوضه وولعت غصب عني، وانا نايمه في وانا دلوقتي نايمه في الشارع، وجم شباب وانا نايمه دلوقتي حالا الكلام دوت. انا كنت نايمه وهم شابين جم عليا بالكرباج وصحوني، وانا قعدت اتخانقت معاهم عشانكم مفكرين اني بنت قليلة ادب، وانا مش قليلة ادب والله العظيم. انا محتاجه اي بيت ياخدني من اللي هم بيوت الرعايه، اللي هم حمايه الانسان او اي حاجه. انقذوني ارجوكم من اللي انا فيه، ارجوكم انقذوني، انا مش حامل الشارع ارجوكم. الجو بيبقى ساعه بالليل، شفايفي اتزرقت من الساعه، انا ما عنديش قادر انزل الشارع عشان خاطر ربنا، وعايز استحمى خلاص، شعري بقى ريحته وحشه. طب قولي لي، انت جوزك طلقك عشان بس انت حامل؟ ايوه، هو قال لي انا جايبك بالرخيص وارميكي بالرخيص. طب قولي لي، انت مفيش فيكي اهل، مفيش فيكي حد يقف جنبك او حاجه؟ لا ما عنديش حد، عندي ربنا ونعم بالله، كلنا لينا ربنا، كلنا لينا ربنا. يا لقاء، انا عايزاكي تحكي لي بالظبط ازاي، يعني انت قلتي لي ان انت جبت شقه وقعدتي فيها، ايه اللي حصل؟ انا كنت بقلي بطاطس ونزلت اشوف حاجه في المدخل بسرعه، راح على بال ما طلعت فوق انا نسيت، راحت الاوضه ولعت. الاوضه يعني مكان ده كان فعل يعني، انت اللي نسيتي البطاطس؟ ايوه انا اللي نسيتها. طيب قولي لي انت، انا يعني ورقك وحاجتك وهدومك كل حاجه وقعت. طب كل حاجه وقعت. قولي لي، طب ماشي، حتى لو الاوضه اتحرقت هم مشوكي من الاوضه لما اتحرقت؟ مشوني. مشوكي؟ انت بقالك قد ايه في الشارع كده لقاء؟ بقالي هنا كده اسبوع. بقالك اسبوع؟ ايوه. انا مش برخم على حد ولا بشحت ولا بقول لحد اديني ولا بمد ايدي لحد. انا كل ما بحتاج حاجه بقول له يا رب انا جعانه، يا رب انا عطشانه. كل ما بحتاج حاجه، انا عمري ما وقفت على عربيه ولا اتمحلست ولا قلت لهم كاني ولا ماني، ولا احتجت اي حاجه من حد. اي عربيه تعدي ولا وقفت لها بحق، لو انا اتكلمت مع واحد في الشارع بحق، لو انا عملت اي حاجه تضر نفسي في الشارع بقى، انا ما ضرتش نفسي باي حاجه غصب عني اقسم بالله. لو ربنا كاتب لي شيء هشوفه، اذا اراد شيئا فيكون لا اكون فيكون، فسبحان الذي بيده ما يكون كل شيء واليه ترجعون. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا بقى مش عايز اي حاجه، والله ما عايز اي حاجه. نفسك حد يساعدك كمان، ان انت نفسك تكملي دراستك او تكملي تعليمك؟ ايوه، كان نفسي اكمل. انا كان حلم حياتي، اصل العلم نور، العلم نور، فاهماني؟ يعني ما تقوليليش دلوقتي انا مش هتعلم. هي الشهاده عملت ايه؟ لا، الشهاده عملت كتير، الشهاده عملت كتير. انا لو معايا شهاده ما كنتش اترميت في الشارع، على الاقل كنت حاربت بشهادتي ودورت واشتغلت بشهادتي، بس غصب عني. الحمد لله. انا متشكره جدا، انا متشكره جدا. انا خلاص همشي من الشارع. انا خلاص، انا مكاني يحتويني. الف حمد وشكر ليك يا رب. الله يحفظك ويبعد عنك الف حمد وشكر ليك يا رب. الله يحفظك يا حبيبتي ويبعد عنك الشر. الله يحفظك ويبعد عنك الشر. الحمد لله، ربنا عالم بيكي وعالم قد ايه انت اتبهدلتي، وعالم قد ايه انت حافظتي على نفسك. الحمد لله. في وقت فيه يمكن الغلط في ناس كتير بتستسهله طبعا، اللي مش قريبين من ربنا. الحمد لله. ممكن بقى نبطل عياط؟ احنا فرحانين، يعني احنا فرحانين. الحمد لله. مش عايزه تقولي بقى حاجه؟ انا متشكره جدا، متشكرة. تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذ رضيت. يا ربي لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجليل وجهك وعظيم سلطانك.
اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله. الحمد لله. طبعا زي ما احنا شايفين كده، والله انا يعني انا مبسوطه قوي ان ربنا سبحانه وتعالى وقف جنب لقاء، وان شاء الله مش هنسيبها. احنا متابعينها معاكم فاطمه محفوظ من اليوم السابع، ان شاء الله مش هسيبها الا لما تنزل فريق الانقاذ وياخدها، واتابع معاكم خطوه بخطوه وباذن الله. تحيا جمهوريه مصر العربيه. تحيا جمهوريه مصر العربيه. تحيا جمهورية مصر العربية يا حبيبتي. شكرا اعزائي مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. الحمد لله. انا فرحانة جدا على فكرة. بجد؟ اه والله. طب انت اخترتي، انت اخترتي ان انت تمشي معاها يعني؟ عشان هي هتخاف عليا. وهي بنت زي زيها. انا حبيتها والله، وهي ان شاء الله لقاء هنعملها كل اللي هي عايزاه، وانت لقاء مش اقل من اي حد في الدنيا. يعني حضرتك دلوقتي هتوفري لها السكن وتوفري لها تكنيك. كل حاجه ان شاء الله هنعملها لو اللي هي عايزاه، هنخليها تكمل تعليمها باذن الله، وهتبقى حاجه جميله كده، وكلكم هتشوفوا اللقاء دي ايه ان شاء الله. يعني انا مبسوطه قوي قوي. فرحانه لقاء. قولي لي يا لقاء، ايه احساسك بجد؟ انا عايزاكي يعني. انا سعيده النهارده عيد والله بالنسبه لي، انا فرحانه جدا بجد. انا كمان فرحانه ان احنا عندنا ستات جدعه قوي، بس والستات بس على فكره، عشان انا بس عايزه اقول حاجه، عايزه اقول حاجه صغيره قد كده. كل من الصبح بيجي يصور ويمشي، يجي يصورني ويمشي، يجي يصورني ويمشي، لا صغيرة. حضرتك يا ابو فاطمه، انا في قمه السعاده ان انت زنيتك واقفه جنبي الصبح، اول ما الظهر قال الله اكبر لقيتك عندي لحد دلوقتي. حبيبتي انت اختي الصغيره، يا حبيبتي انت عرضنا كلنا. انا متشكره جدا يا ابله فاطمه، اقسم بالله. يا حبيبتي ربنا يخليكي، انا مبسوطه بقى بيكي، ومبسوطه قد ايه. بصي انت حافظتي على شرفك. لا خليك. وطلبتي من ربنا النجاه، وهو وحده اللي نجاكي، جعلني بس سبب مش اكتر، انا كنت سبب. بس ان شاء الله هتتوفر لك حياه كريمه احسن مما انت كنت متخيله. ان شاء الله. طبعا كلنا دلوقتي هنقول مين القمر اللي قدامنا دي؟ حبيبتي لقاء. بعد ايه؟ عملتي ايه لقاء يعني انا؟ اخدت شاور طبعا جميل جدا. عملتي ايه؟ احكي لنا. اخدت شاور جميل. رؤيتي. انا بقالي ساعة في الحمام. الحمد لله، والحمد لله على سلامتك، ونورتي البيت، ونورتي قد ايه يعني. انت بنت جميلة وكرم من ربنا عليكي. جدا. احكي لي كده، شوفي كده. انا ايوه يا جماعه، انا بعد ما اتعشى طبعا.